صباح الخير من برنامج يوم سعيد، معاكم نورهان دويب اخصائيه التغذيه. هعمل معاكم النهارده وصفه فطار، ووصفه الفطار بتاعتنا النهارده هي لو كارب، مناسبه للناس اللي بتعاني من مقاومه الانسولين. اول حاجه هنعمل بيض بالفلفل الرومي. المكونات هتظهر على الشاشه وانا هقول لكم المكونات. المكونات بتاعتنا ثمره فلفل رومي احمر او اصفر، وبيض مسلوق، وفيتا تشيز، وبقدونس، وزيتون اخضر، وحبه البركه. يلا نبدا مع بعض نحضر وصفتنا النهارده. اول حاجه هنبدا بيها هو البيض. هنبدا البيض المسلوق، ودايما بقول لكم ان البيض من افضل مصادر الدهون البروتين اللي نعتمد عليها، وافضل فطار نبدا بيه يومنا. الوصفه دي هي لو كارب للناس اللي بتعاني من مقاومه الانسولين، او الناس اللي عايزه تخس وعامله ايه دايت ومش عايزه تاكل كارب كتير. هبدا ان انا اهرس البيض واحط عليه ملح وفلفل، ملح وفلفل طبعا حسب الرغبة والتست بتاع كل واحد بيحب قد ايه ملح وفلفل على الاكل. هرسه كويس قوي. وبعد كده هضيف عليه الفتة تشيز، ممكن لو ممكن كمان جبنة قريش بدل الفتة. عايزه اقول لكم ان دمج الاكل مع بعض حاجه مهمه جدا. يعني هنا الصفار البيض فيه فيتامين دي، والجبنه كالسيوم، وفيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم، بيساعد ان الجسم يمتص الكالسيوم بطريقه افضل. فدمج الاكل بيساعد على امتصاص بعض، مهم جدا ان احنا نهتم بالموضوع ده. هبدا ان انا اهرسه كويس قوي عشان كل المكونات تدخل مع بعضها، وهحط عليه بقدونس. برضو الورقيات حلو قوي ان احنا ندخلها في وصفاتنا، لان الورقيات بتكون فيها الياف وميه بتساعد على ترطيب الجسم، غير كمان ان هي فيها ماده الكلوروفيل اللي هي بتخلص الجسم من السموم. وبعد كده هبدا برضو ان انا اضيف الزيتون الاخضر. الاضافات بقى اللي انتوا عايزينها وحابينها ممكن تضيفوها. ممكن ازود برضو تشيز كمان. كده الخليط يكون عندنا جاهز. ممكن كمان لو انا عايزة اضيف مستردة حلو جدا، وممكن بقى لو انا عايزة ازود الدهون الصحية اللي فيه اضيف افوكادو، هيكون ممتاز مع الافوكادو. البيض والفيتا تشيز مع الافوكادو ممتازين. وممكن اضيف كمان طماطم، اي اضافه انا عايزه اضيفها بضيفها. هبدا بقى ان انا اجيب الفلفل الرومي وهبدا ان انا احشيه. هبدا بقى كده احشيه واحده واحده. عندي الفلفل هنا استخدمته بدل العيش، عشان كده الوصفه لو كارب. وعايزه اقول لكم ان الفلفل الرومي الاصفر والاحمر غني بفيتامين سي، بيحتوي على كميه فيتامين سي هايله، وطبعا كلنا محتاجين فيتامين سي عشان خاطر مناعتنا، وكمان فيتامين سي حلو لبشرتنا وشعرنا، لان هو بيدخل في انتاج الكولاجين، والكولاجين ده اللي بشرتنا وشعرنا بيتكونوا منه، السكين عامه بتاعتنا بتتكون من كولاجين. احشيهم. خلص الكمية اللي عندي، وهبدأ بقى ان انا بعد ما احشيهم احط عليهم حبة البركة. ممكن كمان نضيف سمسم مع حبة البركة، ممكن كمان نضيف بذور زي بذور اليقطين، مفيدة جدا. خلاص كده هبدأ بقى ان انا احط عليهم حبة البركة. هرصهم عندي كده في طبق التقديم بتاعي. وفي كده وصفة الفطار بتاعتنا النهاردة جاهزة.
دلوقتي هينزل على الشاشة وصفة غدا عشان ما تحتاروش تعملوا غدا ايه. أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من يوم سعيد. زي ما انتم متعودين بقى معنا كل يوم، كلنا الحقيقه بنحب الفقره اللي جايه دي اللي احنا هنقدمها لحضراتكم، وهي فقره الابراج. كلنا بنبقى صاحيين الصبح، يعني انا واحده من الناس يا ديما بصحى بحب اعرف كده برجي فيه ايه النهارده. فتعالوا نشوف دلوقتي ونتابع مع خبيره الابراج عبير فؤاد، هتعرفنا كل برج النهارده فيه ايه وكمان تقدم لنا نصايح.